نورت دارك يا غراي وحنيني يا بعد من روح ويا بعد من جاء وبشوفتك يا حب كحلت عيني وبوسط عيني. اللي خلاني أجزم إني أرجع السعودية طبعا فرق التعامل بين السعودية هنا، فرق تعامل مع الأزمة، يعني فرق تعاملهم في بريطانيا. في بريطانيا ما أخذينا كأنه شيء عادي، أهم شيء الاقتصاد. هنا ما يركزون على الاقتصاد، يركزون على صحة المواطن أكثر من الاقتصاد. فهناك أنت بس سلعة، تكون سلعة مادية فقط، هنا أنت شيء معنوي للدولة. نحمد الله ونشكره على عودتنا الوطن، ونشكر سمو سيدي الملك سلمان بن عبد العزيز وسمو ولي عهده وجميع القائمين على وزارة الصحة من معالي الدكتور توفيق الربيع والجميع إن شاء الله. الحمد لله، يعني الواحد يفخر أنه يحمل هذا الجواز. شكراً الملك سلمان، شكراً ولي عهد الأمين الأمير محمد بن سلمان. خدمات رائعة وجهود جبارة، الناس يشتغلون كأنهم خلية نحل، الجميع متواجد، الجميع يوفر الخدمة. الحمد لله، الحمد لله نحن سعوديين. كانت الإجراءات ولله الحمد رائعة جداً، وكنا في خدمة سفارة مولاي خادم الحرمين الشريفين واتصالهم بنا كان رائع جدا في لندن، ونحمد الله على ذلك. وعودتنا ولله الحمد تمت بيسر وسهولة. شعور لا يوصف أنك ترجع من دول موبوءة إلى الدولة العظمى، شعور أكيد ما يوصف، أكيد شعور ما يوصف لما ترجع حضان الوطن بعد، يعني ترجع من دول موبوءة إلى الدول تعرف تتعامل مع الأزمات. هنا تحس بالفرح، تحس بالفخر. وانت شواطي فرحتي يا ظنيني، بإحساسك استنجد ولإحساسك الجا، نورت دارك يا غلاي وحنيني. أول خدمات وصلنا لها اللي هو كانت إجراءات ملحقية ثقافية مع السفارة، كان في توزيع المعقمات اليدين. ثاني شيء اللي هو فورم الإجلاء اللي نزل من وزارة الخارجية، بحيث عبينا فيه أسماءنا، أعدادنا، بلد المغادرة المفضل وبلد الوصول. وخلال تقريباً 5 إلى 6 أيام رجعوا تواصلوا معنا وبلغونا أن موعد الرحلة وموعد الإجلاء، والحمد لله تم كل شيء بسهولة ويسر يا رب لك الحمد. كنت أنا لحالي هناك في لندن، فلما تحط رجلك صراحة هنا حتى أقول لهم يعني إذا حطيت رجلي بمطار الملك خالد خلاص، يعني الحمد لله صدق، يعني نشكرهم والله وصدق فيهم يعني يعني معطائين صدق حقين السفارة. بالنسبة لتعامل السفارة السعودية أعلى من ممتاز صراحة، أشكرهم على جهودهم هذه كلها. طبعا هذا كله بفضل الله ثم فضل ولاة أمورنا، نشكرهم على هالجهد، بذلوا جهد كبير. صدق أنا فخور أني سعودي وأحمل جواز سعودي، من هذا المنبر أقول ارفع رأسك للسعود. وفق الله الجميع، ونحن الآن بخير بعودتنا، ونحمد الله أن وصلنا إلى أرض الوطن بعد أن كنا الخارج. شكرا يا ملك سلمان، شكرا محمد بن سلمان، نحبكم كلكم. وحنا يا أهل المملكة العربية السعودية، قبائل وأقاليم عشنا بكرامة وعز طول حياتنا، ولم نتعود لا على نقص أو على إهانة أو على عدم أمن.